ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقاصد الشريعة، وتكلمنا على أن مقاصد الشريعة أيضا تدخل في مسائل من أهم مسائل الأصول، وهي الكلام على التعادل والتراجيح، مسألة الجمع بين الأدلة وأيضا الترجيح بين الأدلة. هذه مسألة يعني هو هذا هو عمل المجتهد، مسألة عظيمة جدا، وهذه المسألة هي تميز مجتهد عن آخر. وتكلمنا على الترجيح في الإسناد والترجيح بالمتن أيضا، ولا نريد أن نوسع الكلام فيه لأنه أنها مادة أصولية مستقلة، لكننا أردنا أن نبين أن من أبواب الترجيح أيضا الترجيح بمقاصد الشريعة، كما أن من أبواب الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض أيضا مقاصد الشريعة. وهناك الترجيح بالقرائن المحتفة، القرائن الخارجية، يعني بحديث آخر بدليل آخر هو الذي يرجح لنا قول عن قول مثلا. يعني لو تكلمنا عن مسائل من مسائل الاختلاف، وهذه المسائل مسائل الاختلاف ظاهرة التعارض بين الدليلين، ننظر فنجد دليلا آخر جاء من الخارج يرجح لنا دليل على دليل. لو قلنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وقوله الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يقول الآن ظاهر هما التعارض في هذا الباب. نحن نقول عندنا دليل خارجي ينهي المسألة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الدينار بالدينارين. نعم، هذا الترجيح أيضا، والترجيح بمقاصد الشريعة. وسيأتي أن نقول بأن ركن من أركان الترجيح ومقاصد الشريعة، وقد بينا قبل ذلك أن المجتهد آلة اجتهاده وتكون قوة الاجتهاد عنده أن يكون متضلعا لأمور مقاصد الشريعة. رضي الله عنك يا أبا محمد. نعم، طيب احنا نضرب أمثلة حتى تظهر المسألة، أن كما قلنا أن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا تضلع من هذه المادة، مادة مقاصد الشريعة ومطلب الشرع، أنه ينظر في الأدلة وينظر في العلل وينظر في الحكم ليصل إلى مقصد الشرع الأسمى ويتكلم عنه. أنا أقول أيضا مقاصد الشريعة هي آلة من آلات الجمع بين الأدلة المختلفة. أقول إخوتي الكرام أيضا، ومن باب التعارض والتراجيح، مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة للأدلة التي ظاهرها يكون فيه الاختلاف، مسائل ثلاثة كمسألة هذا الجمع والترجيح، يأتي إن شاء الله تطبيقات كثيرة أيضا. مسألة الخروج على الحكام، أو قل المسألة خاصة أنه لا يجوز الخروج على الحكام بإجماع، لكن يقولون الخروج على الحاكم الفاسق، هل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق أو لا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق؟ هذه المسألة أيضا الكلام فيها ينظر فيه، يعني عند من قال بالخلاف، أنا لا أقول في خلاف، لأنه إنه يقال بأنه قد يعني ظهر الإجماع، يعني بعدما كان هناك ثمة اختلاف جاء الإجماع، اجتمعت كلمة المسلمين والعلماء على حرمة الخروج على ولاة الأمور. طبعا نتكلم هنا على الولي الذي فسق ببدعة أو بفجور معلن في هذا الباب، أو بظلم وطغيان بين، فهل يجوز الخروج عليه أم لا يجوز الخروج عليه؟ الأولون طبعا اختلفوا الأولون على قولين ولكل وجهة، وأنا الاختلاف هذا ما أراه إلا اختلاف شاذ، اختلافا شاذا ضعيفا جدا في مسألة الخروج. وعامة نحن من ناحية الإنصاف بنتكلم عن الحجة ونبينها بالدليل، ومن عنده الدليل نأخذ بدليله ونعمل به، ولا يمكن أن نتراجع عن العمل به. لكن أنا لي مسألة أتكلم فيها كأخ أيضا، وإن كان ناصحا، يعني قال الحدة لا تبلغ بها الحجة، من قال بذلك؟ ما لك من الحدة؟ أنت عليك الحجة،
وأيضا الحدة، الحدة مطلوبة جدا في أهل البدع. أهل البدع لا يرتضعون إلا بذلك. أهل البدع عندهم سوء أدب، وعندهم تنطع، وعندهم إسقاط للعلماء، وعندهم عدم احترام لمكانة العلماء. فالمعاملة معهم لابد أن تكون بأشد ما تكون. وهؤلاء البدع مثل النفاق وأشد من النفاق، كما قال الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. فالحد عليهم واجبة، وأيضا تغيظ أهل النفاق من الديانة بمكان، هذا دين ندين الله به. فالإخوة قبل أن تنكر تتعلم، فإن تعلمت فازت، وأيضا حازت وكانت نصيحتها تكون في الصميم ويكون فيها الفائدة، وأيضا فيها يعني البنى دون الهدم. أقول إخوتي الكرام، مسألة الخروج على الحاكم الفاسق إذا ظهر فسقه ببدعة أو ببدع وتراه يقوي البدعة وينشرها، وأيضا يعني ينشر البدعة وينصرها، أو تراه طاغيا ظالما، هل يجوز الخروج عليه أم لا؟ طبعا الكلام لابد أن يكون ولي الأمر أن يكون عدلا وأن يكون عادلا، أن يكون عدلا وأن يكون عادلا، وأن يكون يعني حكما قسطا، كما ترى أنه لما تكلم على المهدي فأفضل ما فيه أنه إيش مولئت الدنيا قبله ظلما وجورا فيملاها عدلا وقسطا. وأيضا ترى أن الدنيا كلها تغني بمن تراه عادلا. قال عامل الروم عندما سأل أين عمر فوجده نائما تحت يتوسد عليه نائما تحت الشجرة، قال أين قصره؟ قال هذا النائم تحت الشجرة. فنظر إليه فتبسم وقال: هذا الذي أرعب ملوك الدنيا الروم والفرس. ثم قال: يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وكانوا يعني يتندرون بعدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حتى أن البعض قام وقف يقول: عمر وما أدراكم ما عمر. ثم قال: أقم الصلاة يا بني. وأيضا قد قال عمر بن عبد العزيز، يعني كم سنة عمر بن العزيز؟ عاش سنتين ونيف، والذئب حرس فيه الغنم من إيش؟ من عدله. يعني فلا بد لولي الأمر أن يكون عدلا وأن يكون عادلا، ولا بد أن يكون عالما. ولأن ولي الأمر قلنا وظيفته في هذه الدنيا أو في الولاية له وظيفتان: الوظيفة الأولى هي إقامة الدين، هذه الوظيفة الأولى لابد إقامة الدين، والوظيفة الثانية هي الانتفاع بالدنيا أو مسألة النفع الذي يكون فيه الكفاية في أمر الدنيا. نعم، روح عبد الفتاح الله يفتح عليك بس وتتعلم وتسكت. يعني الآن ما الذي يقول بأنهم ليسوا من أولياء ولي شرعي؟ تعال بس هات ما عندك، لو كان عندك شجاعة وعندك علم تعال قل لي لما هم ليسوا من أولياء شرعيين. تفضل تعال عبد الفتاح، افتح يابا، افتح الله كلمك وهات ما عندك من علم ونسمع لك، لعلك تكون حقا عندك علم فنسمع له، لكن هتبقى تحف زي التحف الذين يأتون وما عندهم من علم، فهذه مشكلة كبيرة. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب، لابد أن يكون عدلا، يكون عالما، يكون عادلا، ولا بد أن يؤدي الوظيفة التي عليه، ولا يحجب الرعية، ولا بد أن يكون من أعطف الناس عليهم ومن أحسن الناس فعلا لهم، ولا بد أن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ له حقه، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق، وهكذا يكون، وهكذا وظيفته استقامة الدين مع صلاح الدنيا. أما إذا اشتهر يعني بالفسق والظلم والفجور وتعطيل الحقوق وبعض الطغيان، فهل يعزل بذلك أو لا يعزل؟ أنا قلت لكم نقل أنه غير الإجماع على أنه يحرم الخروج عليه، لكن نحن نقول خلينا ننقل الأقوال التي اختلفوا فيها للتمسك بخروج الحسين وفتنة ابن الأشعث وخروج ابن الزبير في هذا الباب، يتمسكون بها ويقولون إذا المسألة خلفية، لا تقول المسألة فيها إجماع. فنحن نتكلم على أنهم بعد الحسين حصل الحقيقة أنه العلماء بعد ذلك أجمعوا من المفاسد العظيمة التي حدثت وظهرت في الخروج على الحكام والأمراء. شوف قال علماؤنا فأجمع، كما قال النووي وغيره، قال أجمع العلماء على حرمة الخروج على ولاة الأمور. لكن هناك فريق من الخوارج
الخوارج والخوارج والمعتزلة والزيدية، الرافض طبعا يقولون ذلك، والزيدية يقولون بجواز الخروج على الإمام إذا حدث منه البدعة أو ظهر منه الظلم، ويقولون ينعزل بتغيير بتعطيل الحقوق أيضا وينخلع بالفسق وبالظلم. وقالوا إن بعض أهل السنة والجماعة قالوا بقولهم، وهذا كما قلنا كله يتلاشى أمام ما يعني نقل فيه العلماء الإجماع على حرمة الخروج. عامة كل له دليل وكل له وجهة، وننظر هنا في هذا الباب على أدلة الفريقين لترى ضعف وخواء كل من قال بأنه يجوز الخروج والعزل بالفسق أو بتعطيل الحقوق. أولا الذين قالوا بأنه يحرم الخروج، وهذا قول جماهير السلف والخلف، بل هو إجماع نقله النووي وغيره، بأنهم قالوا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور عليكم السلام عليكم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا وبينها إجمالا، وحتى نلخص المسألة لأن هي أيضا سيكون فيها عندما نبين الترجيح سنبين آلة مقصد الشريعة في مسألة الترجيح، لأنه تضلع العلم هو الذي يعطي البصيرة في هذا الباب. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول الله جل في علاه الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا الاحتجاج بالآية أيضا قد ينازع، الاحتجاج بالآية أنه قال أطيعوا الطاعة وليس الخروج من الطاعة، بل الخروج ينافي الطاعة. قد يرد على الاستدلال بهذه الآية يقال بأنه ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم، يعني إذا أطاعوا الرسول فأطعوهم، وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه رضاه عندما صعد المنبر وقال وليت عليكم ولست بخيركم، شوف المكان لم يكن هو أبو بكر من يكون، وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال رضي الله عنه رضاه أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت شرطه الآن، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فلو عصى الله جل فعلا لا طاع، قلنا نعم لو عصى الله لا سمع ولا طاع، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاع، لكن لا إفساد، لا تنزعن يدا من طاعة، نعم لا تسمع ولا تطيع في المعصية ولكن لا تنزعن يدا من طاعة، لأن فيها مفسدة أعظم ما تكون. فهم استدلوا بهذه الآية على أنه لا يجوز الخروج عليهم وإن كانت المعصية واردة إذا أمروا بمعصية الله جل في علاه معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. حبك الله تحتنا فيه. وتمام النصح لهم هو عدم الخروج عليهم، بيان ما هم فيه من اعوجاج مع عدم الخروج عليهم. من السنة كثير، فعن ابن عباس رضي الله عنه رضاه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. شوف انظر إذ قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، وش اللي يكرهه؟ الظلم، الطغيان، المعصية، البدعة، هذا كله تعطيل الحقوق، كل ذلك يكرهه المؤمن، يكره ذلك. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، ما قال إنسان فليقاتله، ما قال فليخرج عليه. شوف انظر الإنسان قال ذلك وعلم أنه سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رأى من أميري شان يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات فمات إلا مات ميت جاهلية، إلا مات ميت جاهلية. وهذا دليل واضح جدا في هذا الباب، من رأى من أميري شان يكرهه ضرب ظهره وأخذ ماله، ظلمه، الطغيان طغى، الربا انتشر، الزنا، الخمر، نقول كل ذلك لابد من إنكارها، لابد من الإنكار، أنا عارف أن المنكر أمر واجب في هذا الباب، لكن هل من الإنكار هو الخروج عليه بالسيف وإسالة الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال مع الفساد المستشري الذي تكون به فتنة لا تقف إلى يوم الدين؟ لذلك لما أمر ولم أمر بالوجوب فليصبر. نعم أنا معك، القهر علينا جميعا ليس قهر وعجز، وأهل الكفر الآن يعني على القصعة يستمتعون، ونحن الذين أتينا بذلك لأنفسنا يا محمد صباغ، نحن أتينا بذلك على أنفسنا، نحن الذين فعلنا ذلك بأنفسنا. وانظر واعدل، عندما تنظر اعدل، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما الباء هنا باء ايش؟ باء السببية، بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض ايش؟ بعض ما عملوا،
لعلهم يرجعون. نعم. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه، والحديث في صحيح مسلم، قالت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من راضي وتابع. قالها ثلاثا: ولكن من راضي وتابع، ولكن من راضي وتابع. شو يقول؟ سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، تنكرون الظلم والطغيان، تنكرون البدعة، تنكرون تعطيل بعض الحدود، تنكرون ذلك، انكروا، لابد من الإنكار، لابد من الإنكار. قال: تعرفون وتنكرون. قال سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعوذ بالله من متابعة الظلم أو الطغيان أو البدعة أو تخليط التلبيس أو تعطيل حقوق، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من المداهنة في الدين، ونعوذ بالله من بيع الدين، لأجل عرض زائل. أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فالحاصل في هذا الباب، الحديث هذا غصة في حلوق هؤلاء. قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. فلا بد من الإنكار. الربا حرام، الزنا حرام، الخمر حرام. من عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إن كان هناك ظلم فرضي به وتابعه، أو إن كان في تعطيل فرضي به وتابعه، ولم يبين ذلك ولم يظهره، هذا الذي عليه غضب الله وعقابه. قال: ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله، طيب هنا نعرف وننكر وهناك ظلم وطغيان، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وأيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، في الحديث الذي في الصحيحين، قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا من المبايعة، قال: هذه التلك، ولا هذه هي التلك، خلاص هي نزلت تحت كده، مش عارف، بس خلاص الحمد لله. قال: بايعناه على السمع والطاع في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع، ضع تحتها خط، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، استثناء، مفرغ الآن، الاستثناء معيار العموم، يعني هو قال: ما في خروج، لا يجوز الخروج، لا ننازع الأمر أهله، لأن الخروج منازعة الأمر أهله. قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يبقى الخروج متى؟ عند رأيت الكفر بواح لكم فيه من الله برهان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الهوى لا يستطيعون سماع هذه الأدلة، يموتون، وهواهم يجرهم إلى التلبيس على الناس، وعدم ذكر هذه الأحاديث، وعدم الأخذ بها. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذه كلها أدلة واضحة جلية على حرمة الخروج، إلا أن نرى كفرا بواحا. نعم، إلا أن تروا كفرا بواحا، نعم، لكم فيه من الله برهان. أفعال الصحابة أيضا والسلف، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت فتن كقطع الليل المظلم، يصبح فيها المؤمن، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. نعم، الكفر البواح هو الكفر الصريح، الكفر الذي عليه دليل أوضح من شمس النهار. كان يخرج يقول: شريعة الله هذه شريعة لا تصلح إلا للرمال والجمال، لا تصلح في عصرنا. يقول النبي: كان أمي، نعم، لكن القرآن ليس من كلام الله، القرآن جاء به النبي وهو يعني كالشعر، يمكن يراجع أو لا يراجع. يأتي بكفر بواح كأمثال هذه الكفر البواح، أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بشعائر الإسلام. وفعل السلف، ابن عمر رضي الله عنه لما علم أن الحسين سيخرج على يزيد، ويزيد كان ظالما،
واختلف الناس فيه، هل هو صالح، هل هو طالح، هل هو فاسق، اختلف الناس فيه. لكن الذي أعرفه جيدا أنه لم يأمر بقتل الحسين وتبرأ من ذلك، لكنه أصلا المظالم عظيمة يعني وقعت في عصر يزيد. خرج الحسين عليه، فقال ابن عباس للحسن أو للحسيني، قال يا ابن عم لا تفعل، لا تخرج يا ابن عم، لا تخرج، إني أتخوف عليك هذا الوجه من الهلاك، وأهل العراق قوم غدر أو قوم غدر، فلا تغترن بهم. وابن عمر رجع الحسين ونهاه عن الخروج، حيا هلا بأهل الجزائر أهل الشهامة والمروءة والرجولة، حفظكم ربي أحسن الله عليكم، نسأل الله أن يعلمنا وأن يظهر لنا العلم حتى نعمل به، ولا يكون الأمر فيه ما فيه من الهوى الذي يتحكم في الإنسان. فهؤلاء أنكروا على الحسن ونصحوه بعدم الخروج، ففعل الصحابة هكذا. ولما قالوا لأسامة ألا تنصح هذا الرجل على من؟ عثمان رضي الله عنه، قال أو كلما راجعت بينت لكم أو راجعت إليكم لا أكون من فتح بابا، أكون أول من فتحه هذا باب الفتن يعني. ومن المعقول أيضا، المعقول نقول القياس ثابت في هذا الباب، انظر لكل التجارب التي كانت فيها الخروج على ولاة الأمور، ما الذي حدث؟ تعال نتكلم في العهد القريب في هذا الباب، الجزائر في التسعينات، كل من كان يعني موجودا وعلم اسمه الغنوشي ولا من هو، من الذي كان مع علي بن الحاج، والدنيا بأسرها كانت تتفق معهم، والمسألة كانت عظيمة جدا، ورابح الانتخابات، ها وربح الانتخابات ربحا تاما بعدما قالوا ما في تزوير وما في، فربحوا الانتخابات الحمد لله، الناس تميل إلى الدين. فرنسا تدخلت رأسا تدخلت، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ دماء ما يعلم بها إلا الله جل وعلا، دماء وانتهاك حرمات، والجزائر ولعت هيك على السجون التي فتحت لجميع الدعوة، الدعوة يعني ماتت هناك، ماتت. طيب قريبا تونس فتحت على الناس النار وخرجت، وتونس هذا عجب عجاب، تونس أصلا أكثرها العلمانية غطت تونس في هذا الباب، خرجت علينا عباس مدني، نعم عباس مدني مع علي بن الحاج، الله يحفظهم يا رب ويغفر لنا ولهم ويتوب علينا وعليهم، اللهم أمين يا رب العالمين. عباس مدني هو قال لفارس هو، جزاك الله خير. فالغرض المقصود ماذا حدث؟ ولعت الجزائر، ولعت تونس، قامت ثم مصر ثم ليبيا ثم سوريا، وإليك النبأ العظيم، إليك النبأ العظيم، تراجع لا يعلم به إلا الله جل وعلا، خسارة ليست بعدها خسارة لشباب الأمة، السواعد النواهد النابضة، وأيضا لفلذات كبد الوسط الملتزم ذهب ذهابا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، اختلط الحابل بالنابل، الدواعش ترأسوا الأمر وقالوا نحن نريد الشريعة وتطبيق الشريعة، ورفعوا رايات السود واستجلبوا كثير من الشباب الذين هم أغرار. وطبعا أشوف احنا بنتكلم على هذا من أجل أن هؤلاء يتقوا الله ربهم، وأن يسمعوا لصوت العلم، وأن يرجعوا، لأن الفتن لها ظلمات، وهذه الظلمات تبدد بالعلم. فالدواعش والخوارج وهؤلاء أسوأ الناس فكرا، يعني هناك طائفتان من أعظم الطوائف إفسادا في الأمة، الرافض ورافض هؤلاء، أنا أدين الله أنهم كفرة، فهؤلاء يعني ما هم أبناء اليهود، هم أبناء اليهود. عبد الله بن سابق هو مؤسس للديانة، ديانة الروافض التي تقوم على التقية وولاية التكوين. فهنا الروافض الكفرة الذين يمكرون ليل نهار صباح مساء بالأمة الإسلامية، يكيدون لها. وطبعا جاء قال قائلهم هذا مذهب خامس، ويعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلفنا في ايش؟ الرجل على أصل الديانة، ده اختلف في أصل الديانة يا رجل. لذلك ترى كثير من هؤلاء أصحاب هؤلاء الفكر عندهم تمييع في العقيدة، عندهم عدم فهم، عدم إتقان حتى عن ربنا
ربهم، يجهلون ربهم، يجهلون صفات الله جل في علاه، يجهلونها، فهم ما عندهم هذا الأمر، عندهم بعيد. فهو يقول لك ده مذهب خامس، خلاف كخلاف التسمية في الوضوء، كما قال قائلهم بأن الاختلاف في الأسماء والصفات كالاختلاف في التسمية، هل هي واجبة أم ليست واجبة في الوضوء؟ وهذا جهل مركب، بل جهل مكعب، بل جهل أس 36 جهل. الذي يقول بذلك لا، لم يتقن بابا من أبواب العلم عن الله جل في علاه في هذا الباب. وهذه المسألة، هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فالرافض والدواعش، الخوارج، والخوارج من أسوأ الناس فكرا، أخذوا الشباب وغرروا بهم وأنزلون تحت الراية على أن هذا هو الجهاد الحق، وأن الراية مرفوعة لتحكيم شرع الله جل في علاه. وكان الإخوة أفاضل، يعني الإخوة لنا أنا أعرفهم إخوة صغار أفاضل، لهم ما لهم من الهمة وحب الدين والإخلاص والصدق، يريدون نصرة الله. فجاء فقام قائمهم فعم عليهم برفع الشريعة، ونحن نقاتل الطواغيت كما ترى العبط اللي بيدخلوا علينا كل يوم، كل يوم يعني مغفل يبعثونه، يطلع عبيط يطلعوه، يأتون بآخر مغفل يطلع مهووس فيطلعوه، نفس الأمر هكذا يدخلون علينا، يقولون الطواغيت ويا عبد الطواغيت وأنتم نعال الطواغيت. أنت لا تدري ما يحدث معنا، وما تدري نحن والله الحمد والمنة نقول سنؤدي الذي علينا ولا ونطلب الذي لنا من الله جل في علاه، ونحن واقع علينا ظلم ما يعلم به إلا الله جل في علاه، ولكننا لا نتحدث عن ذلك ولا حتى نقف معه. نحن نشكر الله على ذلك لأننا أصحاب عقيدة واضحة واضحة نعمل بها ونعتقدها ونسير على 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 ضرب أهلها، ولا نتلون كما قال حذيف، إياكم التلون، إياكم التلون. فحصل أن الخوارج استقطبوا كثير من الشباب وضعوا دماء كثيرة سالت، وأنا قلت الدماء دي كل من اشترك في سيلان هذه الدماء كل محاسب، كل محاسب. الحمد لله أخونا بيقول نحن من تونس وفيها الخير فيها كثير، اللهم الله اللهم اجعل الخير فيها كالمطر عموما وتتابعا، اللهم أمين رب العالمين. وهذا ما نحبه، وأن نكون يدا واحدا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، كل دول الإسلام لابد أن تكون يدا واحدا واحدة، لكن لابد أن تكون تحت راية واحدة هي راية التوحيد، قضية الكون الكبرى مع السنة وإظهار السنة. تأبر الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحد. فالمعقول هنا خرجوا، لما خرجوا ماذا لحدث بعد ذلك؟ خرجوا فالدماء سالت والأعراض انتهكت والأموال هلكت، ثم بعد ذلك تراجعت الدعوة تراجعا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ثم كبتوا، ثم بعد ذلك تسلط علينا من ليس أهلا أن يكون له الكلمة علينا من الكفار الفجار، يعني تسلطوا على بلادنا، وعلى ومنهم من تسلط على ولاة أمورنا يضغط عليهم ضغطات ما يعلم به إلا الله جل في علاه. هذا التسلط هذا بسبب منا نحن، وهذا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا جعلنا في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، حب الدنيا وكراهية الموت. الله يرضى عنك يا أستاذ عبد الله، أسأل الله أن يكافئك وأن أشكر لك، أنا ما أستطيع أن أشكر لك ما كان الله دام واتصل، وأنت تعمل لربك الذي في علاه ولا تنظر للأشخاص، تنظر للديانة. أسأل رب أن يكافئك الخير. هناك أيضا بعض الشبه التي تمسك بها من أجاز الخروج على ولاة الأمور، إذا طغوا وبغوا وإذا ظهرت فيهم البدعة وإذا ظلموا، فقالوا بأن أهل الحل والعقد عليهم وجوبا الأمر عفوا على المنكر بعزل ولاة الأمور. استدلوا على ذلك بأدلة، وأنا أقول ليست أدلة ولكنها إيش؟ شبه. وسنبين أن مقصد الشريعة والحاكم في هذا الباب. استدلوا بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالوا الفلاح رتب على الأمر العرف عن المنكر، ومن الأمر العرف عن المنكر إزالة أعظم منكر وهو طغيان الولي يعني ولي الأمر. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قالوا الخيرية منوطة في الأمر العرف عن المنكر. ومن السنة أيضا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود: كيف بك يا عبد الله إذا كان عليك أمراء يضيعون السنة ويأخرون الصلاة عن ميقاتها؟ كان هذا إشارة للأمويين. قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قالت: اسألني ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وهذا كل أدلة، وشوف شبه ليس فيه ولا 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 دليل من لا يستدلون به فيه روح دليل كما سنبين. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي رواية قال: إنما الطاعة في المعروف. هناك حديث هو حديث ضعيف، انظروا هذا حديث وحديث في الطبراني هو حديث ضعيف، وإن كان الهيثم قال بعض الرجال ثقات لكن حديث ضعيف. قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يبلغوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضرأه. وهذا حديث ضعيف، ومع ذلك لو صح سنبين ما فيه. قال: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يبلغوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضرأهم. وهذا الذي فيه روح يتمسكون به. نعم. وقالوا: أما خرج الحسين؟ أما خرج ابن زبير؟ أما خرج ابن الأشعث في هذا الباب؟ قالوا: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إظهار المعروف وإخفاء المنكر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإننا لا ننكر المنكر إلا بالخروج عليه، فإذا لابد من الخروج عليه. وانظر أخي الكريم إلى كل الأدلة تستدل بها، كلها أدلة ليست في الباب، ما ليس لها شأن بما نحن فيه، كلها أدلة عامة. فكل أدلة تستدل بها إيش يقال فيها؟ الدليل أعم من الدعوة. الدعوة في الخروج على الأمور، فين أين الدليل على جواز الخروج؟ لا شيء. حديث الآية: كنت خير ما تنخرج الناس تنمون على المنكر، وأيضا ولتكن منكم أمة يدعون الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها عموم، ونحن نوافق على هذه الآية، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ظلم وقع يقال الظلم حرام، قد قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وأيضا يقول: الظلم حرام، الربا حرام، بيع الخمر حرام، بيع الكلاب حرام. نذب ذلك وننكر المنكر، ما لنا وله هو، هو ينصح سرا، فننكر ظلما وطغيانا ننكره، لكن أين الدليل على الخروج؟ ما في، وإحنا عندنا أدلة محكمة في المنع. أين الدليل على الخروج هنا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا تخرج، لأن هذا إفساد أعظم مما يكون. كيف بك يا عبد الله؟ جاءت في رواية مسند أحمد أنه قال: أصلي نفسي ثم أصلي معه. قال: أو تسأل؟ نعم، من باب الإنكار، أنت تصلي وحدك وبعد ذلك تصلي معهم للمفسدة. شوف لو كان الأمر فيها بالخروج، كيف يقول له يعني أن تصلي معهم، يأمر أن يصلي معهم. وأما حديث إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخارق، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، كلها عمومات نعمل بها، ونقول نعم إذا أمر للأمر بمعصية أو ببدعة نقول لا سمع ولا طاعة ولا العمل بالبدعة، ولا نفسد ولا ننزع يدا من طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. نعم، نسمع له في ما أمر به المعصية، إذا أمر بالمعصية، إذا أمر بالظلم أو الطغيان لا نعاونه ولا 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 نرضى ولا نسمع له ونطيع، بل ننكر الظلم، لكن لا يجوز الخروج عليه. ما في ولا شيء من الأدلة التي يقولون بها في هذا الباب. حديث: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم. ها الإمام أحمد عله وقال مخالف للحديث الثغات التي تأمر بها، هذا حديث منكر. حديث منكر. قال سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان. شوف فيه علتان: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، هذه علة انقطاع. الأمر الثاني المتن منكر، لأنه مخالف لكل الأحاديث المحكمات الصحيحة، ده كلام أحمد بن حنبل في ذلك. فلم يبقى لهم ولا حتى شبه الدليل يتمسكون به، لم يبقى لهم شبه الدليل يتمسكون به على ما زعموا في مسألة أنها خلافية وأنه يجوز الخروج. وهنا نقول تتدخل مقاصد الشريعة في النظر. نحن نقول الآن مطلب الشرع إيش؟
مطلب الشرع انتشار الأمان أم لا؟ انتشار الأمن والأمان مطلب الشرع. الحفاظ على الدماء وعلى الأعراض أم لا؟ مطلب الشرع. الحفاظ على الأموال أم لا؟ جاءت ما هنا احنا تكلمنا عن الضرورات الخمس، وجاء الشرع بحفظ الضرورات الخمس: العرض، الدين أولا، الدين والنفس والعقل والمال، أو العرض والمال، هذه كلها جاء الشرع بحفظها. فأنا لو قلنا وأبحنا الخروج على الأمور فإن كل ذلك يذهب، وقد وقع الواقع يشهد لذلك. انتهكت الأعراض، انتهكت، مسلم ينتهك عرض مسلمة، انتهكت تصريحا الأعراض. حتى في السودان في اغتصاب للنساء، انتهاك للأعراض، انتهاك للأعراض، اذهاب الأموال، هلكت الأموال، ايضا بعصارة الدماء، عدم الخوف من بعصارة الدماء، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. نعم. فمقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تحقيقها التام حرمة الخروج على ولاة الأمور، هذه مقاصد الشريعة تحقيقها التام بذلك. وهنا يأتي ما قلنا بأنه ما سل سيف في وجه ولاة الأمور إلا كانت المفسدة أعظم بكثير من أي مصلحة مرجوة. وهنا مطلب الشريعة ومقصد الشريعة هو درء المفاسد وجلب المصالح، وإن كان ثمت مفسدة استقع، بل هناك حتمية وقوع مفسدة، فقلل، قلل، أقلل المفاسد، قلل من المفاسد. فالصبر على الظلم، الصبر على الظلم بيقلل من مفسدة أنك لو جابهت الظلم وتزيد الظلم ظلما، ثم بعد ذلك ينفجر الأمر على الجميع. لذلك قال علماؤنا: مقصد الشرع، مطلب الشرع من مطالب الشرع، هو حفظ الأمان والأمن والمال والعرض، وهذا لا يتأتى بالخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال، والواقع يشهد لذلك. فلذلك نقول إجماعا: لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال، وأن هذا من فعل ذلك فقد أفسد في الأمة إفسادا لا يعلم به إلا الله. فيدخل بقى عندنا المتهوكون والمتخلفون، والذين يقولون عباد الطواغيت وأنتم عباد الطواغيت. يعني هو ماذا سيفعل عند ربه جل في علا لما يسأل عن ذلك بهذه الاتهامات والافتراءات الكاذبة، وهو أصلا يضيع الأمة، مثله في الأمة تضيع للأمة. هذا أيضا الترجيح هنا ترجيح حرمة الخروج بمطلب الشرع، بمقصد الشرع، مقاصد الشريعة. لذلك قلنا المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا تطلع مع مقاصد الشريعة. من المسائل الخلافية والتي كان الترجيح فيها من دليل خارجي مهم جدا هو مقصد الشريعة، انتفاع المرتهن. خلاص بينا ذلك، ليس عندهم ولا دليل يا أستاذ لولو ولا زوزو، ما عندهم شيء، سيأتون مفلسون ويخرجون أيضا متخلفين كما يفعلون الآن، ينادي بعضهم على بعض فيدخلون مفلسون ويخرجون متخلفين. المسألة الثانية التي تكون بها أيضا الترجيح بمقاصد الشريعة أو الجمع بمقاصد الشريعة في هذا الباب، نعم، الله يعافيك يا أستاذ وليد، الله يجمع بيننا في الجنة يا رب، احفظنا احفظكم، اللهم أمين أمان. انتفاع المرتهن بالمحلوب والمركوب دون إذن الراهن، المرتهن الذي له الدين والرهن الذي بيده وثيقة لماله، فالرهن من جملة عقود التوثيقات وهي من عقود الإرفاق التي تيسر وتسهل المعاملات المالية بين المسلمين. اتفق الفقهاء على أن منافع العين المرهونة تكون ملكا للراهن، ولا يمتلك المرتهن أن ينتفع منها بشيء إذا لم يأذن له الراهن وكان المرهون من غير المركوب أو المحلوب، بل أقول لو انتفع به يدخل الربا، يدخل في الربا في أي شيء دون ما جاء النص عليه. أما إذا كانت العين من مركوب أو محلوب ولم يأذن الراهن بالانتفاع فقد اختلف الفقهاء، هل يجوز أن ينتفع بها؟ يعني يحلبها فيشرب لبنها، أو يركبها فينتقل بها، هل له ذلك إن لم يأذن الراهن أو ليس له ذلك؟ هي هذه المسألة التي نحن بصددها والنظر إلى مقصد الشريعة في هذا الباب. الجمهور قالوا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها، لأن هذه أيضا وسيلة إلى الربا، ومن مقاصد الشريعة منع المال الحرام، وهذا ربا لأنه انتفاع بشيء عن قرض، وأنه ملك للراهن فلا بد من إذنه. فالحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد مرجوحة قالوا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بكل الرهن،
إذا ماذا لو الراهن؟ فإن فعل كان متعديا وكان ضامنا، وإن أنفق على المرهون لا يجوز أن يرجع إلى الراهن بشيء، وهذا ضعيف. وانفرض الحابل عنهم بالجواز، والانفراد الحنابلة هو الأقوى وهو الأصح. قال الحنابلة في الراجع عندهم، وهذا قول ابن حزم، قالوا للمرتهن الحق بالانتفاع بالعين المرهونة إذا كانت مركوبة أو محلوبة. الجمهور استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن يعني لا يستطيع الرهن يرجع إليه وهو ملكه. قالوا والمعنى لا يغلق الرهن يعني لا ينتفع بالمرتهن إلا بإذن الرهن. لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وهذه الرواية عورضت بأنها مرسلة، ولو صحت لا تجاب أحاديث صحيحة في الصحيحين على الانتفاع. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. حديث البخاري ومسلم. لكنهم قالوا، الإمام الشافعي قال يشفع أن يكون مرض من رهن ذات دون ظهر، لم يمنع الراهن من درها وظهرها، لم يمنع الراهن من درها وظهرها، فهي محلوبة مركوبة له كما كانت من قبل. وهذا عجيب جدا، لو كانت كما كانت من قبل لما يقول بها؟ هذه زيادة تدل على أنها للمرتهن ليست للراهن. وحديث عام لا يحلبن أحد ما شات إمرين بغير إذنه، وهذا في الصحيحين. أما الحنابلة فقد قالوا بجواز الركوب وجواز الحلب والشرب بالنفقة، واستدلوا على ذلك بمحكم الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوبا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذه الدلالة في هذا الباب أنه يدل بمنطوقه على جواز الانتفاع مقابل النفقة، وهذا تأصيل عام في قاعدة عامة على ذلك. ما هي القاعدة أحمد؟ دعوه فإنه قد مات. اشرب ولا تجيب، اشرب خذ كل ولا تتكلم، خذ. كيف؟ هي قاعدة الخراج بالضمان. الدكتورة سناء أتت بها يعني، قالت أيضا الخراج بالضمان. نعم، وهذا صحيح، الخراج بالضمان. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولا من الضر يشرب على الذي يشرب نفقته، يعني على المرتهن. حقيقة الأمر هذه الأدلة ظاهرة جدا في جواز استخدام المركوب والمحلوب، وأن المرتهن هو الذي ينتفع به، المرتهن هو الذي ينتفع به. حديث لا يغلق الرهن حديث مختلف في وصله وإرساله، وفي قد صح أبو داود والبزار والدرقني وابن القطان إرساله عن سعيد بن مسيب بدون ذكر أبي هريرة، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى قال هو مرسل. نعم، ماله من لا سعيد سمع، انظر شوفها، سعيد لم يسمع من عمر، لكن ممكن يكون هذا الحديث فيه يعني ما لم يذكر فيه أبو هريرة. الأخ بيقول هل كل من تمكن من رياسة المسلمين صار ولي أمر؟ هو ولي أمر أصلا، ليس له توصيف شرعي غير ذلك، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فهو ولي أمر. كلمة أجير دي كلمة مصطلح مش موجود في الشرع، مصطلح ممكن بقى تجده ما بين الحواري والشوارع، ما فيش ملوش أي غطاء شرعي ولا كلام علمي حتى في هذا الباب. كلمة أجير هذه كلمة مصطنعة مبتدعة، ممكن تكون فيها انسياق لكلام الخميني في ولاية الفقيه. سمع، أنا أقول لك سمع، هو في عمر فقط اختلاف في عمر، هل سمع من عمر أم لم يسمع من عمر. وأما أيضا رد عليه في المتن في قول له غنمه له غنمه وعليه غرمه. وأما قوله الظهر يركب بنفقته أن هذا الراهن عجيب من الشافعي في هذا الباب،
يعني الآن إحنا نتكلم على التأسيس ولا التأكيد في هذا الباب؟ يعني أنت تؤكد التأسيس يقدم عليه، التأسيس يقدم عليه في هذا الباب. روى أحمد في مسنده: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها. ليه؟ لأن المرتهن هو الذي ينتفع بها ركوبا وشربا، لذلك قالوا على الذي يشرب نفقته، فيكون المرتهن هو الذي يشرب، فهو الذي المرتهن يكون هو الذي ينفق، إذن هو الذي يشرب، لأنه قال وعلى الذي يشرب نفقته. وأما قول لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، هذا عام مخصوص بإيش؟ تفضل. مخصوص بالمرهون، أن الظهر يركب بنفقته ويحلب والمحلوب أو يحلب بنفقته. قال: ولبن الضر الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، يعني على المرتهن النفقة. وهذا من تأصيل الشرع الخراج بالضمان. يبقى لنا مسألة أخيرة في هذا الباب، وهي مسألة الشفعة للجار، تأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة مع بيان الترجيح أيضا بمقاصد الشريعة في مسائل عظيمة، ومنها قتل الجماعة بالواحد، ومنها أيضا حرمة قتل المسلم بالكافر. المسلم لا يقتل بكافر، ولا يقتل المسلم بكافر. هات حبيبي. فهذه مسألة أيضا فيها الترجيح فيها بمقاصد الشريعة، لأنه لا يمكن الكافر لا يكافئه المسلم، لا يكافئه أحد. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، بل جاء محكم بحسن أبي طالب تصريحا: ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر. وأما ما استدل به الحنفية كلها شبهات وليست أدلة، كلها شبهات ستتأتى إن شاء الله ببيانها بإذن الله في المحاضرة القادمة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.